حياكم الله. تشهد الساحة السياسية في محافظة الأنبار صراعاً على ما يبدو ليس سهلاً في ظل استمرار سياسة الإقصاء التي يعانيها المكون السني في العراق، ولعل هذا الأمر بات واضحاً من خلال الحرب المقصودة التي يشهدها حزب تقدم بزعامة الحلبوسي. سياسة الإقصاء هذه تدفع الوضع في المحافظات المحررة إلى مزيد من الاحتقان في ظل الاصطفافات الحزبية التي تسعى لتنفيذ أجندات خارجية لمصالح شخصية بعيداً عن مصالح المحافظات المحررة. تلك الحرب الشعواء التي تشهدها ساحة الأنبار والتي تعد مركز الثقل السني دفعت رئيس حزب تقدم إلى فتح النار على الخصوم، واعداً إياهم بحرب قانونية عقب انتهاء الانتخابات. فالرجل يعتقد أن الخيار الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها يكمن في إظهار الحجوم الحقيقية من خلال انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشارع العراقي في المحافظات المحررة، وبعد ذلك لكل حادث حديث. هذه الإشارة أثارت الخصوم الذين يسعون من جانبهم أيضا إلى الرد ومحاولة كسب ود الشارع لإحداث نوع من التوازن، والذي وعلى ما يبدو فإنه صعب للغاية في ظل الانحياز الواضح لبوصلة المواطن إلى إحدى الكفتين على حساب أخرى. ولعل مبدأ الإزاحة الجيلية هو الذي يقلق تلك الجبهات. تلك الصورة وحرب التصريحات تؤشر إلى أن الانتخابات التي بدأ العد التنازلي لإجرائها ستكون حامية الوطيس، خصوصا في المحافظات المحررة، ما يعني أن تلك الحرب لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والأزمات. فهل تخشى تلك المحافظات الانزلاق إلى منحدر خطير؟ وهل الكلمة الأخيرة ستكون للانتخابات أم إن لمطرقة القضاء رأي آخر؟